احمد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل يا فندم. استاذ مياء، اهلا وسهلا، ربنا يرحم والديك ربنا يخليك يا رب. وربنا يقدرك ويزيدك علم ونور يا رب. امين يا رب، ربنا يخليك. ربنا يبارك فيك. اكلم فضيلة الشيخ عويضة. اتفضل مع حضرتك. ربنا يعزك ويبارك فيك يا بنت. يا مرحبا، اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. معك احمد عبد الغني من طنطا. يا مرحبا يا حاج احمد، اتفضل. اهلا بك يا حبيبي. لو تكرمت والله، اولاد سيدنا يعقوب لما سيدنا يوسف جمعهم في مصر، سالوا ابوهم المغفره، ان يدعو لهم بالمغفره. سيدنا يعقوب قال لهم سوف استغفر لكم ربي. نعم. سوف يعني، وحضرتك اعلم مني طبعا، ديت لها الايه؟ لها وقت تاني. فانا اعرف بعض الاوقات اللي يجوز فيها الدعاء ولا افقه الباب. فياريت حضرتك، ياريت حضرتك تسمح لنا بان احنا، انا ومن يسمعنا جميعا، يعرفوا اوقات المستجاب فيها الدعاء. حاضر حاضر حاضر. عند حضرتك اي سؤال تاني يا حاج احمد؟ بارك فيك يا بنتي، ربنا يخليك يا رب، نورتنا. طيب نجاوب ملك الاول كده، الطلاق وقع ولا لابد ان حضرتك تسمع الزوج ولا طبعا إيه؟ احنا هنسمع الزوج. والطلاق ليه حلول كتير قوي، هي مش عايزك تقلقي من حته مساله الطلاق دي، ان شاء الله ليها حلول. بس احنا على قواعدنا في الفتوى في دار الافتاء، ان احنا دائما في مسائل الطلاق نسمع الى الزوج. ايوه، انا في المشكله نفسها. احنا كتير قوي في دار الافتاء بنحل مشكلة الطلاق، ما فيش في شيء، وقت بسيط جدا، بس المشكلة بتظل قائمة. الأساس بقى، الأساس اللي خلق ده كله بالضبط. فلذلك احنا دايما نقول طالما الزوجة غضبت وتعصبت، لابد للزوج انه يحتوي الموقف. لو هو تعصب قبلها كده، لازم يحصل اللي احنا شفناه طبعا. يحصل اكثر من هذا كمان، يحدث تكسير وتخريب في البيت، ويحصل الفاظ طلاق. لازم الزوج يتعلم إن الزوجة إذا غضبت يحتوي غضبها بهدوء، وهو إذا غضب لا ينبغي لها إن هي تغضب أباله، ولا هو يغضب أبالها، أو يمشوا الاتنين من قدام بعض وخلاص. فعجبني قوي يعني أحد الناس، هو بيقول يعني إن زوجته لما كان هو بيغضب كانت بسرعة تروح عاملة له ليمون وجايبه له وتروح مديه له كده خلاص كده. فبقول لك كان يعني، بصي قد إيه هي عايزة تحتوي الموقف، وبكلمة طيبة تستطيع انك انت تسيطري على غضب الزوج. اما ان الزوج يغضب وهي تغضب، طب والاولاد ويوصلوا للدرجة دي كلها بالضبط. لو في اولاد والاولاد عمالين يبصوا على ابوهم وامهم وهم عمالين بيصرخوا قبل بعض، لابد ان ده هيكون ليه رد فعل كبير قوي على الاولاد طبعا، في التربية وفي التفكير وفي العقل وفي السلوك. والاولاد هيورثوا نفس الطريقة في المعاملة، ان انا اصرخ واغضب بهذه الطريقه البشعه. فرجاء يعني حاولوا ان كنتوا تعودوا نفسكم من دلوقتي لما حد يغضب التاني يهدأ قبله. اما لو احنا الاثنين هنغضب قدام بعض، ده هيكون ليه اثر سلبي على الاولاد فيما بعد ان شاء الله. طيب. اما مساله الطلاق بس عن طريق التليفون يتواصل معنا في دار الافتاء. لازم حضرتك لازم تسمعه. لازم هو لازم. طيب هي بتقول انه بيتهم بيبقى على طول في يعني خنقه، وان هم في عصبيه طيب هم هي بتقول الحمد لله احنا بنصلي وبنتصدق، شيء جميل قوي، عليهم بذكر الله كثيرا في البيت. تلاوه القران على فكره بترفع، قراءه سوره ال عمران والبقره في البيت يا جماعه دي بتخلي البيت فيه بركه وسكينه عجيبه. انا اقراها، مش لازم انا كمان اسمعها، طالما انا اعرف اقرا، ان انا اعمل ورد كده دائما البقره وال عمران في البيت كده بصوره دائمه، تختم مع ختمه من القران مع الصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ودي بركه الصلاه على سيدنا النبي، ان العبد اذا ما اكثر من الصلاه على سيدنا رسول الله يعني قيل تنطبع عنده بعض اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. هو ربنا بيرزقه كده الهدوء والسكينه كما كان يعني الحبيب صلى الله عليه وسلم. فاكثروا من ذكر الله والصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، وان شاء الله ربنا يبعد الشيطان عن بيوتنا جميعا. امين يا رب. طيب أوقات استجابة الدعاء. أوقات كثيرة جدا لاستجابة الدعاء، منها في الثلث الأخير من الليل، يعني قبل الفجر كده بساعة بساعة ونص الإنسان بيقوم. وبعض الناس يقول لك طب أنا مش قادر أقوم أصلي،
بقول لك مش لازم تقوم تصلي، انت ممكن تقوم تقرا قران. مش قادر تقرا قران، ممكن تتوضى وتقعد تدعي، ممكن تتوضى وتقعد تذكر الله سبحانه وتعالى. اذكر الله باي طريقه. اذا هذا الوقت وقت استجابه الدعاء. الانسان لابد ان يجعل في هذا الوقت ولو ربع ساعه قبل الفجر يعود نفسه انه في هذا الوقت يسال ربه ما شاء من المسائل ومن الاعطيات، والله سبحانه وتعالى ينعم عليه. هذا وقت يعني له شرفه عند الله. وقت اخر وهو يوم الجمعه قيل من بعد العصر، على الراجح من أحد العلماء لحد المغرب، قالوا هذا الوقت وقت إجابة الدعاء. أيضا قالوا يوم الأربعاء، يوم الأربعاء جديدة دي أول مرة يوم الأربعاء قيل فيها حديث فيها أن الدعاء يجاب من بين الظهر إلى العصر. اشمعنى؟ سبحان الله، في أوقات يعني لها سر عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الوقت أيضا له شرفه، فالإنسان يدعو أيضا في هذا الوقت. دبر الصلوات بعد الصلاة، بعد ما أنتهي من كل صلاة، إن أنا أرفع لأني أديت عبادة وتقربت إلى الله بها، والدعاء بعد القربة إلى الله وبعد تقديم العبادة مجاب. يبقى إذن أيضا بعد الصلاة. طبعا في يوم عرفة الإنسان وهو صائم، وأنا بفطر أول ما أجرح صيامي كده أرفع يدي وأدعو. في أوقات وقت السفر المسافر قريب من الله يدعو فيستجيب الله له لأنه غريب عن وطنه. فكل هذه أوقات جعل الله فيها أسرار لقبول الدعاء.